Das ist ein historisches Finale. Das Tor ist, wie الهدف الذي رايناه من كوجول كان ليس يحتاج الى الوقت، وكانت اسبانيا عرفت كيف تتصرف وتحلت بالسر وانتظرت الوقت المناسب لتسجيل الهدف وانتصرت. الدفاع الالماني دائما بعد الشيء، واريد ان اضيف شيئا اخر، لقايه نهائيه وسيكون هذا ستكون هذه الجمعة بين فريقين اوروبيين خارج ارض اوروبيه في ارض افريقيه. Yeah.